واش خويا؟ ايه يعني معاك انت؟ مش هيك تحوس على محل تجاري كبير بدو نيفو؟ اروح تشوف الوكيل الموبيلي اليوم واش جاب لك؟ انت اللي هيك تحوس تكري محل كبير باش تمارس تجارتك. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، دائما مع العقارات الجديده. وهذا الخطره جبنا لكم انتم لي كوميرسون اوفر بال ليكيب، جبنا لكم محل للكراء بمساحه تاع 325 متر مربع. تخيلوا المساحه هذه عند لي كوميرسون واش تمثل لهم. على بالي بلي بزاف ناس يعجبهم المحل تاعنا، سورتو كي تعرفوا بلي محل لوكس دو لوكس وبمستويين ليكيب، فيه مستوى اول ومستوى ثاني. رانا في قرصو، حي قرصو الصحراوي، بلديه قرصو. قرصو على بالكم باللي بلاصه موفمونتي، وين كاين التجاره، وين كاين الحيويه، وين كاين السكان في سوال لي ريزيدون هذو، ولا الاحياء السكنيه المتنوعه. بلاصه اللي معروفه في بومرداس، بلديه بومرداس، دائره بومرداس، ولايه بومرداس. المحل تاعنا راهو في حي قرصو الصحراوي بمستويين ليكيب، بمساحه تاع 325 متر مربع. معناتها المساحه والشساعه راهي في العقار تاعنا. اليوم هذا المحل للكراء فيه مدخلين ليكيب، كاين هذه الدخله والدخله الدوزيام. رانا قدام اجونس اكسا، قدام محل الاثاث اللي هو معروف، قدام كوكسينا الالفا، معروفين. بلاصه داير البلاصه معروفه بالتجاره بالحيويه تاعها، يقصدوها بزاف ناس. على بالكم واش خص في هذا الحي؟ خصت صالون دو تي ليكس، خصت ريستورون ليكس، خصت بزاف افكار هنا تقدر تجسدهم في هذا المكان. فريمون ليكيب العقار تاعنا راهو مخدوم بشكل جيد، سواء الجدران، الارضيه، السقف اللي راهو معمر بليلاد كيما رانا نشوفوا ليكيب. وفيه الحاجه الجميله انه فيه بزاف اركان المحل تاعنا، ما راهوش مفتوح كامل، كاين بزاف دي شومبر مفتوحين هكايا، ما راهوش على مساحه كومبلي هكايا مفتوحه، ولكن تقدر تجسد فيه بزاف امور. معناتها كاين بليزيور اريير بوتيك، كاين بزاف اركان وين تقدر دير سوبيرات، ولا نقولوا ما نقولوش ميني سوبيرات، سوبيرات كبيره تقدر تجي هنايا. سوبر مارشي يجي ما شاء الله، سورتو كي راهو مقسوم افيك دي شغل دي ريون. معناتها تقدر دير اللبسه هنايا، يقدر يكون المحل تاعنا ريبريزونطون تاع اون مارك، تاع اون مارك تاع البسه، ولا تاع احذيه، ولا مارك تاع بزاف امور نقدروا نجسدوها في العقار تاعنا. يلا نزيدوا نكتشفوا الطابق الاول وين راح نلقاو ايضا نفس المساحه. والحاجه المميزه في الطابق الاول انه فيه بالكون، فيها بالكون وين تقدر قلنا دير ريستورون ليكس هنايا، وين دير صالون دو تي، تقدر دير بزاف امور. ليكيب العقار تاعنا يسيل اللعاب بهذه العباره. فريمون اللي جميع اللي عنده فكره اللي يحب يستثمر في عقار كبير، ولا يحب يكري محل كبير باش يمارس التجاره تاعو تريزالاز، العقار تاعنا يتوفر على هذه المميزات اللي تسمح لك انك تنجح الفكره تاعك وترجع لك بالمردوديه اللي راك تحوس عليها. شوفوا هذيك النظره على الحي تاعنا فريمون ليكيب، تقدر تستغل المساحه هذه في هذا الحي المميز اللي راهو موفمونتي، معمر، معروف بالتجاره تاعو، بالحيويه تاعو، بالسكان اللي هم مجاورين لهذا البلاصه اللي انا فيها. على كل حال رانا في وسط مدينه قرصو، المحل تاعنا يتوفر على زوج مبردات، عندنا دو كليماتيزور، عندنا حمام ومرحاض. ليكيب عندك 20 متر بعد على طريق السيار، قريب من كل المرافق، كل حاجه في العقار تاعنا. اون بليس دو سا فيه بزاف اجنحه وفيه بزاف اركان في هذا المحل اللي راهو للكراء، محل تجاري بامتياز ليكيب بمستويين، هنا في قرصو صحراوي، بلديه قرصو، دائره بومرداس، ولايه بومرداس. يلا انتم اللي راكم تسكنوا في بومرداس ولا حتى الولايات المجاوره اللي حابين تستثمروا في المحل هذا وتمارسوا تجارتكم، المحل تاعنا مناسب جدا باش يكون تجاره ناجحه. هاوليك سانيتير والطواليت والدوش ليكيب، العقار ولا اروع للكراء، فيه الكهرباء والماء
وكاينه احتماليه انك دير له الغاز، معناتها الغاز ما فيش ولكنه تقدر دير له الغاز اذا كنت تفكر في مشروع تستحق فيه الغاز، مثلا ريستورون ولا يقدر يكون خيمه. انا نشوفه باللي الخيمات انتشروا في مؤخرا، الخيمه تاع الاكله التقليديه، يقدر يكون صالون دوتي، يقدر يكون بزاف محلات اللي تعتني بالكوسميتيك، سوبيرات، محلات الألبسة، الأحذية، بزاف أفكار تقدر تجسدهم في المحل هذا اللي الكرة اللي راهو بسعر تاع 25 مليون للشهر. تخيلوا مساحة تاع 825 متر مربع، على بالنا بلي بزاف ناس يحوسوا عليها، قلنا 25 مليون للشهر. تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف، مع الوكيل ايموبيلي دائما انتوما لي كوميرسون اللي نستهدفوكم ونجيبوا لكم العروض المميزة. سلام.